عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت والعشرات من مناصريهم يحتفلون بعد الأنباء التي وردت عن إفراج قريب عن شاليت في إطار صفقة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس. والد الجندي الأسير اعتبر الإفراج عن ابنه نجاحا للحكومة الإسرائيلية بعد فشل طويل. إنه يوم رمزي، فالسعادة تختلط فيه بالحزن، لأن الحكومة الإسرائيلية نجحت بعد 5 سنوات، أي 1935 يوما، لإعادة شاليت ابننا إلى المنزل. ووافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق مع حركة حماس بوساطة مصرية يقضي بتبادل شاليت المحتجز في غزة منذ عام 2006 مقابل الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني، وهو الاتفاق الذي استقبله المئات من الإسرائيليين بالسعادة، لا سيما عائلة شاليت التي بدأت في تفكيك خيمة كانت قد نصبتها قبل عام أمام مقر إقامة رئيس الوزراء للاحتجاج على تأخر الحكومة في السعي للإفراج عن الجندي الأسير. في المقابل تظاهر العشرات من ذوي الجنود الإسرائيليين المقتولين في عمليات للمقاومة الفلسطينية للاحتجاج على الاتفاق الأخير باعتباره تنازلا لحركة حماس.